قتيل من المتظاهرين بمواجهات مع الأمن الإيراني، تعزيزات قمعية إلى الأحواز وحشود تهتف ضد خامنئي وولاية الفقيه في طهران. الأمم المتحدة تصف الميليشيات العراقية بالإرهابية. شماعة الإرهاب مدخل إيران إلى احتلالاتها على خطى العراق، طهران تحشد في أفغانستان. مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج 19، تمتد على مدار ساعتين نناقش فيها أهم أحداث اليوم. والبداية من طهران أو من إيران، حيث تتواصل التظاهرات والهتافات المضادة للنظام. التظاهرات وصلت حد المطالبة بإسقاط ولاية الفقيه في طهران، فيما في الأحواز لا تزال الاحتجاجات العارمة في تصاعد، ولكن السلطات الإيرانية أرسلت تعزيزات كبيرة من قوات مكافحة الشغب لقمعها. وقد أظهرت لقطات مصورة نشرها ناشطون من حي الثورة في الأحواز إطلاق القوات الأمنية وابلا من الرصاص على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط قتيل وجرحى. أما جنوب غربي إيران فالتحقت النساء الأحوازيات بالانتفاضة رغم التهديدات الأمنية والقمعية. هذا ووصف الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد القوات الأمنية في بلاده بالعصابة، واتهمها بتعمد إطلاق النار لخلق ذريعة لقمع الاحتجاجات السلمية. متأسفانه در کشور ما تحت تأثیر باند فاسد امنیتی هر نوع مطالبه مردم، هر شکایت مردم، هر اعتراض مسالمتی منز مردم باش برخورد میشه. بلافاصله اون باند امنیتی وارد میشه، دو تا کار میکنه. اول اینکه به خشونت میکشه. میاد درگیری درست میکنه، آتش میزنه، تیراندازی میکنه، به خشونت میکشه و بهانه سرکوب مردم رو میده. و دوم اینکه خواست حق مردم رو منتسب میکنه به بیگانگان و گروه های ضد انقلاب یا وابسته به بیگانه، باز هم بهانه سرکوب رو میده و راه اعتراض مسالمت آمیز رو بر مردم. Thank you.
ومع تصاعد الاحتجاجات العارمة في الأحواز، أرسلت السلطات الإيرانية تعزيزات كبيرة من قوات مكافحة الشغب لقمع الاحتجاجات. بلا 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 عشقي معلمنا الشايب نصون عراض القرايب. الجار نحطه بالعين أبد ما نخاوى العايب. كلمات الشاعر حكمة الغزالي. اليوم الاثنين حياهم الله حياهم الله. اهلا بشباب حي الثوره في مدينه احتجاجات عصر الاحواز لم تهدأ رغم القمع الشديد. ليله جديده من الاحتجاجات شهدتها 11 مدينه جنوب غرب ايران تنديدا بقطع سلطات المياه عن المنازل. احتجاجات شهدت مواجهات عنيفة بين الأمن الإيراني والمحتجين. المتظاهرون رددوا هتافات ضد النظام الإيراني وحملوه مسؤولية انقطاع المياه والوضع المعيشي الصعب في مناطقهم، في حين أطلقت الشرطة الرصاص الحي على متظاهرين في علوي ومندلي وعدة مناطق أخرى بالأحواز وفق إيران إنترناشونال، عدا عن إطلاق الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل من قبل عناصر الحرس الثوري الذين تم إرسالهم إلى مناطق الاحتجاجات بشكل مكثف للتعامل مع المتظاهرين. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل عدداً من الضباط يطلقون النار مباشرة على المتظاهرين ومكبرات الصوت تدعو المحتجين للعودة إلى منازلهم. ويبدو أن الاحتجاجات ضد شح المياه في الأحواز لن تهدأ في ظل التصعيد الأمني العنيف من قبل النظام الإيراني وعدم اتخاذه أي خطوة عملية لحل المشكلة المتفاقمة في ظل موسم الجفاف الذي تعاني منه البلاد هذا الصيف. ملوك الشيخ الحدث. ومن لندن ينضم إلينا الكاتب والباحث المختص في الشأن الإيراني يوسف ياسين عزيزي. أهلا بك سيد يوسف. هل تعتقد أنه سيكون من السهل على النظام أن يقمع الاحتجاجات في الأحواز؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا. يعني اليوم يعني منذ يوم 15 يوليو وحتى اليوم تقريبا 6 أيام ونحن نشهد هذه المظاهرات والاحتجاجات التي بدأت من أرض العرب، من عربستان، من الأحواز، يعني مستمرة. فإذا لكن النظام الإيراني أخذ يتمسك بأساليبه الخبيثة، منها قطع الإنترنت، فيبدو الآن هذه هذا أولا، وثانيا أخذ يعتقل النشطاء المدنيين الذين يعرفهم ولديهم ملفات عنده واستدعاءات واسعة واعتقالات واسعة بين الشباب العرب في كل المدن العربية، فيستخدم هذه الأساليب
النظام. طيب هذه الأساليب نجحت عندما اندلعت المظاهرات بال 2019 وقبلها، يعني في السنوات الماضية، برأيك هل ستنجح أيضا مع محتجي الأحواز؟ في 2019 نجحت مؤقتا وأخمدت الانتفاضة التي أيضا انطلقت من الأحواز وعمت كل إيران، أكثر من 100 مدينة، لكن هذا النضال تراكم وهي عملية تراكمية. يعني النظام يعيش أيام وأشهر و سنوات، يعني هكذا يعيش يوميا، يعيش يوميا، ليس لديه استراتيجية لحلول بنيوية لقضايا الناس. فلهذا أنا أستبعد أن يستطيع أن يقضي على هذه الانتفاضة التي بدأت تتسع اليوم في مدينة إيزج في شمال عربستان. هناك منطقة باختيارية، يعني أقوام، قوم مجاور للعرب بدأوا، والآن هناك مواجهات. إلى أي مدى يمكن بهذا الإطار أستاذ يوسف أن تتسع رقعة هذه الاحتجاجات لا تقتصر فقط يعني على عرب الأحواز؟ هي بدأت تتسع، لأنه في الواقع هذه الشعوب أولا هي تعاني من الفقر والاستبداد والغلاء وسوء الإدارة في إدارة مرض الكورونا، جائحة الكورونا وفساد وكل شيء اللي موجود بإيران وبالسلطة الإيرانية ونحن نعرفه. هذه أيضا هذه الشعوب تعاني. فلهذا لما يعني بدأ الأهوازيين وانطلق الأهوازيين وكسروا جدار الخوف فاستشجع الآخرون. الآن اليوم في طهران كانت في محطات المترو. نعم، طيب بما أنك تتحدث أستاذ يوسف عن طهران، دعنا نشاهد هذه المشاهد للاحتجاجات في طهران ومن ثم نعود إليك لاستكمال هذا الحوار. وأيضا قبل أن نتابع مع ضيفنا من لندن، نشاهد هذه الصور التي وردت منذ قليل لسقوط قتيل جراء إطلاق رجال الأمن الرصاص الحي عليه في إيزج. إذن سقوط قتيل في صفوف المتظاهرين في إيزج منذ قليل. إذن مشاهدينا، هذه الصور من إيزج منذ قليل تظهر إطلاق قوات الأمن للرصاص على المحتجين هناك. أعود إلى ضيفي من لندن الكاتب والباحث المختص في الشأن الإيراني يوسف ياسين عزيزي. أستاذ يوسف، رأينا حضرتك تحدثت عن المظاهرات في طهران، وبالفعل عرضنا يعني هذه الصور التي وردتنا من هناك، وماذا يهتف الإيرانيون بإسقاط ولاية الفقيه وخامنئي.
إلى ما يؤشر ذلك؟ وهل يمكن أن تكون الشرارة التي على إثرها ستعود الاحتجاجات التي شهدناها في السنوات الماضية من جديد إلى مختلف المناطق في إيران؟ نعم، سأتكلم عن الشرارة، لكن بالمناسبة أقول أنه مدينة إيذج مسقط رأس لأحد الخلفاء العباسيين، هذا تاريخيا. وكذلك كانت هناك مظاهرات في مدينة كرج القريبة للعاصمة طهران، اليوم أيضا في محطة المترو، ونفس الشعارات والهتافات رددت هناك: الموت لخامنئي، الموت لولي الفقيه، وتسقط الجمهورية الإسلامية. هذا من هذا. لكن الشرارة دوما كانت، إذا لم أقول كل دارها لكن معظم الأوقات، من عربستان، من الأحواز، لأنه هناك حركتين هامتين في هذا الإقليم: الحركة القومية الوطنية للشعب العربي، والحركة العمالية القوية اللي يصل تاريخها إلى حوالي 70-80 سنة. فلذلك هناك زخم قوي لمعارضة الأنظمة الشمولية والديكتاتورية والشوفينية في إقليم عربستان. فالانطلاقات حتى مثل ما ذكرتم، انطلاقة نوفمبر 2019 ضد غلاء البنزين وكذا ورفع أسعار البنزين بدأت من الأهواز وعمت كل إيران كما ذكرت أنا، أكثر من 100 مدينة. المهم، وأيضا تحسم الأمور في عربستان، يعني حسم عمال النفط العرب في عبادان في فبراير 1979 لما سكروا أنابيب النفط إلى الخارج، وهذا ما أدى إلى سقوط الشاه. طيب، هل الأوضاع المعيشية أستاذ يوسف التي تشهدها مختلف المناطق الإيرانية اليوم، هل هي شبيهة لتلك التي سادت عشية ثورة 1979؟ هي أشد في زمن الشاه. كانت صحيح تفاوت اجتماعي واقتصادي وكبت سياسي وهذه، لكن الحريات الاجتماعية لم تكن محدودة في زمن الشاه. الآن رجال الدين، يعني على وعلى الكبت السياسي والاحتغان السياسي والشمولية والاضطهاد القومي للشعوب غير الفارسية، أيضا يعني حددت كل الحريات الاجتماعية: المرأة، الشباب، الفن، الأدب، يعني كل شيء غضوا عليه. فلهذا هناك زخم قوي، يعني يبحث عن فتحات لينفجر في الواقع. الوضع في إقليم الأهواز أو عربستان متفجر كالقنبلة الموقوتة، وهذا الوعظ ممكن يتسرى وينتشر في كل أنحاء إيران. فيما لو يعني تسرع أو انتشر هذه التظاهرات في مختلف المحافظات الإيرانية الأخرى، رأينا بأنه في المظاهرات السابقة بعام 2019 قطع، إضافة طبعا إلى كل التصرفات القمعية واستهداف المتظاهرين وقتلهم وزجهم في السجون، كان هناك قطع للإنترنت، وبوقتها يعني ندد الناشطون الإيرانيون بتخلي الولايات المتحدة عنهم لأنها لم تؤمن لهم البديل عن الإنترنت من أجل استكمال التنسيق لهذه الثورات. هل تعتقد بأنه فيما لو تمددت اليوم أيضا سيكون هناك تخلي من قبل المجتمع الدولي عن المتظاهرين؟ أنا لا أعرف ذلك في الواقع، ولا أعلم هل تطورت الولايات المتحدة الأمريكية أجهزة الإنترنت لتصل إلى الإيرانيين دون حاجة إلى الداخل، لأنه الرئيس السابق ترامب وعد الإيرانيين بتطوير مثل هذه الأجهزة كي تصل لبيوت الإيرانيين دون حاجة إلى الداخل، إلى الحكومة، إلى الشركات التابعة للحكومة وما شابه ذلك. وهذا لا يزال مكمن ضعف، يعني إذا
النظام الاستبدادي في إيران في الواقع قطع الإنترنت نوعا ما، يعني ممكن يحد من شدة الاحتجاجات والتظاهرات، لكن أين المفر؟ يعني هذه القضايا قضايا بنيوية، يعني إلى متى يقطع الإنترنت هذا النظام؟ إذا لم يحل المشاكل الموجودة، إذا لم يحل التمييز العنصري بين المركز الإيراني الفارسي والأطراف غير الفارسية. الآن يوم أمس أبلغني النشطاء الأتراك في أذربيجان، في إقليم أذربيجان الجنوبية، يعني أبلغوني أنهم يوم السبت سيطلعون في كل مدن الإقليم. نعم، ونحن أستاذ يوسف نتحدث، دعني فقط أشير إلى هذه الصور الآن يعني مشاهد لمظاهرات حاشدة كما يظهر في هذه الصور، تنطلق الآن في الأحواز وتطالب بإسقاط النظام. إذن مظاهرات حاشدة كما يبدو في هذه الصور تنطلق الآن وترفع شعار إسقاط النظام. نذكر بأن هذه التظاهرات مستمرة لليوم السادس على التوالي بسبب تجفيف المياه كما يقول الأحوازيون، ويعتقدون بأن السبب في ذلك مخطط لتهجيرهم من مناطقهم. وأطلقوا عليها انتفاضة العطش. أستاذ يوسف، هل تعتقد بأن هذه التطورات في الداخل الآن وهذه المظاهرات يمكن أن تشكل عامل ضغط على النظام لتقديم تنازلات في فيينا للمفاوضات من أجل رفع العقوبات عنه للتخلص من هذه الأزمة الاقتصادية والمعيشية الحادة؟ إذا المجتمع الدولي وخاصة الدول الأوروبية لا تستمع أصوات الإغاثة، إذا لا تستمع للاحتجاجات التي تقول العطش، إذا لم يستمعوا إلى أصوات سائر مناطق إيران المطالبة بالحرية والتخلص من الدكتاتورية في إيران، فلا أتصور أن يتم أي تغيير في أجندة المفاوضات النووية. لكن الولايات المتحدة أكثر تتفهم هذه الأمور من الدول الأوروبية، لكن كل شيء منوط بتطور الأحداث في إيران لنرى كيف المظاهرات والاحتجاجات كيف تتسع في إيران، كيف تتطور في سائر المناطق. أنا كنت قد ذكرت أن إقليم أذربيجان يحذر نفسه ويمهد لمظاهرات واحتجاجات يوم السبت المقبل، يعني أيضا ضد التمييز العنصري وضد الأوضاع المعيشية الصعبة والبيئة المدمرة أيضا في ذلك الإقليم، وأيضا تعاطفا مع الشعب العربي. يعني الشعب التركي في إيران يريد أن يتعاطف مع الشعب العربي يوم السبت المقبل. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث المختص في الشأن الإيراني يوسف ياسين عزيزي، كنت معنا مباشرة من لندن، شكرا لك. لا تزال ردود الفعل العراقية والدولية والأممية تتوالى على تفجير مدينة الصدر عشية عيد الأضحى، إذ شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم الإرهابي في بغداد إلى العدالة في أسرع وقت ممكن. غوتيريس اعتبر في بيان أن الهجوم المميت قبل عطلة عيد الأضحى هو تذكير بأن آفة الإرهاب لا تعرف حدوداً.
من جهتها شددت ممثلة اليونيسف في العراق شيما سن غويتا أو غوبتا في بيان على أن هذا الفعل الشنيع قبيل عيد الأضحى هو تذكير مروع بمدى العنف الذي ما زال الأطفال في العراق يواجهونه. كل ما تقرب الانتخابات وكل ما يقرب العيد لازم يفاجعونا فاجعة كبرى. أي واحد يقول عبوة مو عبوة، مرة صعبة حزام ناسب وهذا التصوير عدي، ها عيني انقطمت نصين، النص الجوا موجود والنص الثاني تعلقت منه ويجي تعلقت بسيم مال هذا مال صاحب الأحذية، والأكثر شيء ماتت أطفال وماتت نسوان، ولا مات عنصر أمني ولا مات أي كذا ولا سيد ولا شيخ، الماتوا نسوان. وصفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بيلا سخارت الأوضاع الأمنية هناك بالمهزوزة، وقالت في لقاء تلفزيوني إن هناك بعض الجماعات المسلحة التي تقوم بنشاطات ضد الدولة وهي تهاجم ليس فقط إربيل وإنما العراق بأكمله وتهدد حياة العراقيين. وأوضحت بيلا سخارت أن استمرار الهجمات من قبل تلك الجماعات ستقابلها هجمات مضادة عاجلا أم آجلا كما حصل مؤخرا، ولفتت إلى أن هناك إمكانية لحث السلطة في العراق على تشخيص الفصائل المسلحة ومنفذي الهجمات وتحميلهم المسؤولية. ورأت بيلا سخارت أن ما يشهده العراق هو وجود فصائل مسلحة تنشط خارج سلطة الحكومة ولها أذرع خارج وداخل أجهزة الدولة أيضا. وأكدت بيلا سخارت أن أي فصيل يستهدف البعثات الدولية والأبرياء هو إرهابي. رأت أن على السلطات العراقية عدم السماح للفصائل المسلحة أن تنشط خارج نطاق الدولة لأنها المشكلة بحد ذاتها. كثيرة هي التساؤلات اليوم في العراق حول صحة مسؤولية داعش عن هذه الهجمات، ويشكك عدد كبير من العراقيين بذلك. هذا ما يمكن التماسه في مقالات عديدة كما على تويتر أيضا. ولعل هذا التشكيك الذي يمكن التماسه على وسائل التواصل خصوصا من قبل خبراء في الجماعات المسلحة والميليشيات هو أن هذه الهجمات التي يتبناها داعش سريعا تصب في مصلحة الميليشيات نفسها. كيف لا وكان داعش قد سارع لتبني عملية اغتيال الهاشمي يومها قبل أن يتبين أن ميليشيا حزب الله العراقي هي من يقف وراءها، وبعضهم من اعتبر أن السلاح هو داعش أو غيره، أما المحرك فليس كذلك. بأي حال فإن داعش في العراق من خلال هذه الهجمات تدور تساؤلات بشأنها، خصوصا أن صعود ميليشيات إيران بالعراق ترافق مع صعود داعش، وبعد القضاء على دولته المزعومة تغلغلت إيران عبر ميليشياتها إلى داخل الدولة الرسمية في العراق، ليظهر وفق متابعين أن شماعة داعش كانت سببا رئيسيا اعتمدت عليه إيران في احتلالاتها، وها هي بعد أسابيع فقط من ضمها أفغانستان لائحة الدول التي تتباهى بالسيطرة عليها تحاول عبر شماعة طالبان أن تنشئ فيها حشدا أفغانيا لمحاربة الحركة. وكأن التاريخ يتكرر والاستراتيجية أيضا، لكن المفتوح هنا هي العلاقة الوثيقة بين إيران وطالبان. نتابع هذا التقرير قبل أن نفتح هذا الملف مع ضيوفنا. تجد إيران في الساحة الأفغانية فرصة جديدة لتمديد نفوذها بدعوى أنها قادرة على إيجاد التوازن ضد حركة طالبان المتطرفة وبالتالي فرض الاستقرار في البلاد. ولتحقيق ذلك يبدو أن طهران تستنسخ تجارب سابقة لها في ساحات أخرى. صحيفة إيرانية أعلنت عن تأسيس ميليشيا جديدة في أفغانستان باسم الحشد الشيعي لقتال حركة طالبان، وأفق الصحيفة ظهرت الميليشيا مؤخرا في الأحياء الشيعية في العاصمة كابول وتستعد لقتال حركة طالبان، وبذلك ينضم هذا التنظيم إلى تنظيم أفغاني آخر تدعمه إيران وهو لواء فاطميون الذي يتمتع بدعم مالي وعسكري كبير من فيلق القدس ويقدر عددهم بحوالي 30 ألف في الحرب السورية.
هذا التنظيم الذي أثار مخاوف كبيرة في أفغانستان، كان وزير الخارجية جواد ظريف قد حاول الحد من الهواجس حوله. ظريف قال لقناة أفغانية إن عدد مقاتلي اللواء لا يتجاوز 5000، وقد تشكل قوة مساندة للقوات الأفغانية لمكافحة داعش. تسليح ودعم إيران للجماعات الشيعية في أفغانستان يقابلها في الوقت نفسه مد يدها لحركة طالبان مطلقة مبادرات علنية تجاه الحركة، فأعلنت عن استضافتها جولات من المباحثات بين طالبان ووفد حكومي في إطار ما تقول عن جهودها للوساطة من أجل المصالحة السياسية. كما كان لافتاً مواقف الطرفين في إبداء احترامهما لحدودهما المشتركة بعد سيطرة حركة طالبان على أهم معبر بين البلدين، معبر إسلام القلعة. ازدواجية التعاطي الإيرانية في الساحة الأفغانية بين دعم للحركات المتطرفة الشيعية ومد اليد للحركات المهيمنة السنية كطالبان تعكس استراتيجية إيران في كل من لبنان واليمن والعراق وسوريا. شيلان فطيري، الحدث. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الدكتور جعفر الهاشمي الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني، كما ينضم إلينا من كابل فهيم سادات رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة كردان، وينضم إلينا من أربيل الدكتور مهند الجنابي الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية. أهلا بكم إلى 19. أبدأ معك دكتور مهند، برأيكم لولا ظهور داعش هل كان هناك يعني أي حاجة للحشد الشعبي، وبالتالي هل كانت طهران تمكنت من التغلغل وبسط نفوذها إلى هذا الحد في العراق؟ مساء الخير أستاذة كريستيان، تحياتي لجنابك الكريم ولضيوف الكرام وللسادة المشاهدين، ونتقدم بالتعازي لأبناء شعبنا وذوي الضحايا الذين سقطوا يوم أمس، وفي ذات الوقت نتقدم بالتهاني بحلول عيد الأضحى المبارك. أعتقد أنه فكرة توظيف العدو أو توظيف فكرة العدو هو ركيزة أساسية في الاستراتيجية الإيرانية، وأيضا في تعامل القوى السياسية التي تنتمي إلى إيران وبعد ذلك الفصائل المسلحة وما يطلق عليه اليوم محور المقاومة. إذا تابعنا الأحداث قبل سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على محافظة نينوى في حزيران 2014، كان آنذاك رئيس الوزراء نوري المالكي اتجه قبل ذلك بأشهر إلى التنسيق على تشكيل قوات رديفة، هذه القوات الرديفة من الفصائل التي كانت موجودة آنذاك، وكانت هذه نواة لتشكيل الحشد الشعبي فيما بعد. فبالتالي مسألة وجود داعش وخطر داعش وما قبل ذلك أيضا خطر القاعدة وتنظيمات القاعدة وفروعها هو يعتبر جزءا أساسيا في السياسة الإيرانية. كلما وصلنا إلى مرحلة اختناق على مستوى محور إيران في العراق نلاحظ أنه التهديدات الأمنية تتصاعد، حالة الانقسام الحاد، الانقسام السياسي، الاختناق الذي تعاني منه القوى السياسية والسلاح السياسي، فضلا عن العلاقة بين إيران وربما يعني هنالك حالة من الإرباك في إدارة إيران لجماعاتها أو بعض الجماعات التي تنتمي إليها، بالتالي هذه المعطيات تفضي إلى أن يظهر هنالك تهديد. وتنظيم داعش نعلم جيدا وهنالك تقييم استخباري عراقي ليس الآن منذ ربما أكثر من 8 سنوات إلى أن التنظيم هو أحيانا عندما تتوفر الظروف يكون تنظيم بكامل هيكليته، لكن في أوقات انكسار التنظيم يتحول إلى مافيا أو يتحول إلى قاتل مأجور. توظيف تنظيم داعش الإرهابي في استهداف التجمعات السكانية، في استهداف مراكز المدن، هو يأتي في إطار إبراز هذا التهديد من أجل أن يبقى السلاح الخارج إطار الدولة ويبقى هذا السلاح السياسي لديه مبرر في البقاء وفي مقاومة جهود الحكومة وجهود الدولة في إنهاء هذا السلاح. دكتور جعفر، هناك تقارير إيرانية تتحدث عن إنشاء ما يطلق عليه الحشد الشيعي من أجل إرساله إلى أفغانستان لمقاتلة طالبان، هل هناك تفاصيل أكثر عنه، يعني عن الأعداد، عن طبيعة المهام، أين سيتمركز، وما إذا كان أيضا سيعتمد على بقايا لواء فاطميون التي أصلا أسسته يعني إيران من جماعات أفغانية لترسله إلى سوريا آنذاك؟ كل التحايا لك ولضيوفك الكرام، وكل عام وأنتم بألف ألف خير.
الحديث عن هذا الموضوع أعتقد يحتاج إلى استشراف للواقع الجديد في إيران. نحن أمام واقع جديد ونهج جديد. هذا النهج يرتكز ويرتكن إلى مدرسة أو إحياء مدرسة ما يسمى مدرسة خراسان، وهي مدرسة فكرية فقهية سياسية حديثة يستبدلها النظام عن المرجعية في مرجعية التشيع في النجف وكذلك حتى في قم، وتعتمد مقاربات جديدة، مقاربات أمنية وعسكرية بدل المقاربات السياسية، وتهدف إلى بناء حلف جدا كبير من الجماعات المسلحة المتشابكة والمرتبطة بغية الاجتماع على هدف محدد تحدده إيران، ألا وهو إخلاء المنطقة من القوات الأجنبية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل الإيراني الذي يتزعم هذه المدرسة كلهم أبناء خراسان تقريبا، والتي من أبرز الأسماء القائمين والمنفذين لهذه المدرسة هو الرئيس الجديد في إيران وكذلك قاليباف العسكري السابق ورئيس البرلمان وأيضا إيجي، والأهم من هؤلاء جميعا هو قاني. نحن أمام مرحلة في الواقع تدفع بما يسمى بلواء القدس أو فيلق القدس في حجم أكبر حتى من الحرس الثوري على صعيد الإقليم، وذلك لأن قاني قبل أن يقتل سليماني كان هو قائد قوات فيلق القدس في أفغانستان، واستطاع أن يبني تحالفات مع طالبان ومد طالبان للضغط على القوات الأمريكية لطردهم من أفغانستان. دكتور جعفر، ولكن إذا كانت المدرسة قائمة على هذا الموضوع وهذا الأساس، يعني هو طرد القوات الأمريكية من أفغانستان، اليوم انتفى هذا السبب مع خروج القوات الأمريكية؟ له ما أريد أقوله بأنه مو استطاع حقيقة أن يدعم طالبان، ويريد في نفس الوقت أن يجربوا ما قاموا به من ممارسة في العراق من خلال مد الميليشيات في داخل العراق. ولكنما إيران أيضا في نفس الوقت هي تريد أن تعزز هذه الميليشيات، سواء كان في العراق أو سواء كان في أفغانستان، سواء كان طالبان أو حتى الميليشيات الشيعية في العراق أو حتى جزء من تيار القاعدة أو حتى داعش ما يسمى بتنظيم خراسان، كل هذه مرتبطة. النظام يريد أن يعزز هذه بالمال والسلاح والدعم بأشكال مختلفة، وفي نفس الوقت يبقى مرتبطا مع الحكومة والدولة، حتى بهذا التناقض يستطيع أن طيب سأعود معك إلى هذا التناقض لأنه يعني على مستويات عدة، ولكن دعني أستطلع رأي السيد فهيم سادات من كابول. أستاذ فهيم، يعني كما تتحدث التقارير هناك محاولة من قبل إيران لاستنساخ تجربتها في العراق مع فصائل ميليشيا الحشد الشعبي، وأن يتم إنشاء ما يسمى بميليشيا الحشد الشيعي هذه المرة لمقاتلة طالبان في أفغانستان. هل سيكون من السهل تطبيق النموذج العراقي في أفغانستان أم دون ذلك عقبات؟ هذا لا يعتمد على شيء إلا على سلوك طالبان، ويبدو أنهم سيطروا على كابل عسكريا وبدأوا بتهميش حلفاء إيران من الحكومة الأفغانية ويعودوا لعلاقاتهم السابقة. الحركة المتطرفة السنية وتحالفها مع الشيعة، وبالتالي عندها أعتقد أن إيران ستحاول أن تحمي الأقلية بذريعة حماية الأقلية الشيعية في أفغانستان التي تجمعها بهم علاقة تاريخية قوية، وفاطميون أيضا، فيلق فاطميون قد يستغل ضد طالبان، لكن طالبان كما نراهم الآن بوجود هذه العلاقة مع إيران وتسير هذه العلاقات بشكل جيد، ولا يتم التهميش للأقليات وتكون الحكومة الشمولية كما يقولون، عندها أعتقد على الأقل لن يكون هناك داعي لإيران أن تستخدم
حلفائها المسلحين في أفغانستان، بل في أوقات قد يستغلونهم ضد دول في الشرق الأوسط كالسعودية وتركيا التي لها مصالح أيضا في أفغانستان، وبالتالي سيستخدمونها. ولكن إن كانت العلاقات طيبة مع طالبان فإنها ستكون عنصر توازن. سيد مهند، لماذا نجح هذا المخطط؟ دكتور مهند، لماذا نجح المخطط الذي تحدثنا عنه في العراق بهذه السهولة وبهذا الوقت القصير؟ يعني إيران هي منذ عام 2003 بدأت تتغلغل في العراق وبدأت تشكل الجماعات، وهي أساسا قبل عام 2003 كان هنالك ميليشيات وفصائل مسلحة أنشأتها بما في ذلك منظمة بدر في عام 82 أيام الحرب العراقية الإيرانية. امتداد إيران ووصول حلفاء إيران السياسيون إلى السلطة وتحكمهم بالقرار السياسي بكل تأكيد هو ساعد في أن تكون إيران أو أن يكون لإيران ثقلا كبيرا. ارتباط بعض العناصر ولائيا أو الارتباط العقائدي بالمرشد الإيراني هو أيضا ساعد بشكل كبير على أن تكون هذه المجاميع وهذه الفصائل المسلحة تأتمر بشكل مباشر بتوجيهات إيران والحرس الثوري، الدور الذي كان يمارسه قاسم سليماني في علاقاته وفي ضبط حركة هذه الجماعات وفي التأثير على القرار السياسي. استطاعت هذه القوى السياسية، نتكلم عن المراحل الماضية، القوى السياسية والميليشيات المسلحة بما حصل في العراق من فساد كبير وسيطرة على المال العام ونهب لموارد الدولة ومقدرات أبناء الشعب العراقي، هم كانوا برعاية إيرانية، وبالتالي عزز من علاقتهم مع إيران، نتكلم عن القوى السياسية التي حكمت البلاد وأيضا وجود الجماعات المسلحة، القتال مع تنظيم داعش الإرهابي أيضا مكن الفصائل المسلحة من أن تعزز قوتها المالية وقوتها العسكرية، وكل هذه التفاصيل هي ساعدت. إذن وجود داعش ووجود هكذا أخطار ووجود أيضا قوات التحالف الدولي كعنوان يعتبرون أنه هذه القوات هي قوات احتلال بين قوسين، هم يدعون ذلك، يعني ممكن أن يطرح تساؤل هنا. الحالة الأفغانية وما تفضلتي به أستاذة كريستيان قبل قليل بأنه إيران عندما انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان عززت قوتها، إذا طرحنا هذا السؤال أيضا في الداخل العراقي، هل بإخراج القوات الأمريكية سينتهي السلاح السياسي وستكف الفصائل المسلحة عن تدخلها ومصادرتها للقرار السياسي؟ أنا لا أعتقد ذلك. حتى لو طيب سنعود إليك في هذه النقطة لمناقشتها أكثر. دكتور مهند، دعني أنتقل إلى الدكتور جعفر. تحدثت عن تناقض بالموقف الإيراني، يعني من المعلوم بأنها كانت تدعم كل قادة الجماعات المتطرفة من الإخوان المسلمين إلى القاعدة إلى داعش إلى طالبان، وحتى آوت يعني الفارين والذين هربوا من يعني الاستهدافات على الأراضي الإيرانية وآوت عائلاتهم كذلك. كيف ذلك من جهة؟ وكيف اليوم يمكن أن تسوق بمصداقية أنها تريد قتال طالبان؟ لا، هو بالعكس، هي يعني إيران هي تخلق هذه التناقضات، وإيران جديرة في توظيف كل هذه الجماعات. إيران لديها هذه القدرة أن تخترق الجماعات بأشكال مختلفة. هي منذ تكوين داعش أصلا اعتاشت على داعش، لولا داعش إيران لما استطاعت أن تتنفذ بهذا العمق في العراق، ولولا القوات الأمريكية واحتلال الولايات المتحدة الأمريكية إلى أفغانستان لما استطاعت اليوم أن تبني ائتلافا قويا مع جماعة طالبان. إذن هي الحقيقة تخلق هذه التناقضات، وإذا لن تستطع تخلق هذه التناقضات هي تستغلها وتوظفها قادرة. ولذلك أنا أقول من خصوصيات النهج الجديد في إيران الآن هو أن يقفز في دائرة أوسع حتى من الميليشيات الشيعية وحتى الإسلامية. هو يخطط ويبرمج إلى ضم معسكر مسيحي أو معسكرات أخرى حتى غير إسلامية من لبنان مثلا، يضمها إلى هذه الجماعات كي يوسع قاعدة، ولكن ما لديه أولويات بدأت في العراق وبدأت في أفغانستان. في نفس الوقت هناك لديه نوع من المسار الآخر وهو
تغلغل في المنظومة السياسية، سواء كانت في أفغانستان بالبداية أو سواء كانت في العراق، من خلال التغلغل وجعل الدولة خادمة ولديها علاقة وظيفية وتخدم هذه الميليشيات. وبناء على ذلك، تعقيبا على كلام دكتور مهند، أنا أقول بأنه إذا من سحبت القوات الأجنبية من العراق، فلا شك ولا ريب أن الميليشيات في العراق هي التي ستكون صاحبة القرار، وهي التي تسيطر على الأوضاع في العراق. ولكنما إيران من ناحية ستقبض على خيط الدولة وتتحكم فيها كمنظومة سياسية، وأيضا تبقى في الميدان من خلال هذه الميليشيات، وهي تريد عراقا مقسما فيه أدوار مختلفة تستطيع أن تسيطر وتتحكم فيها، وكذلك في أفغانستان وفي بقية الدول سوف يكون دورها هكذا. سيد فهيم، تحدثت أيضا عن أن إيران يمكن أن تشد عصب الشيعة كأقلية في أفغانستان وتطلب منهم مساندة هذه الميليشيات وتخوفهم أكثر من طالبان، ولكن في نفس الوقت من المعلوم بأنها دعت هؤلاء إلى عدم مقاتلة طالبان في يعني منذ حوالي الأسبوعين ثلاثة، وبالتالي هل من السهل يعني إقناعهم من جديد بمقاتلة طالبان وبخطر طالبان، وهل هم بأحاضنة لجماعات مسلحة أجنبية ولو أنها كانت شيعية مثلهم؟ هذا سيعتمد على طريقة تطور الأمور. كما قلت، طالبان هي حركة سنية، وباكستان دولة سنية ولها نفوذ على طالبان، ولديهم علاقات جيدة مع السعودية والإمارات وتركيا، وهذه الدول إلى حد ما هي بوجه المواجهة مع إيران، وبالتالي السعودية وباكستان وطالبان أعتقد أن إيران إن أرادت أن تحارب طالبان ستستهدف من يقفون مع طالبان وغيرهم مع طالبان، أيضا من هم التاجيك والأوزبك وهم أقليات لكنهم يعارضون طالبان ولا يريدونهم في السلطة في أفغانستان، وقد تستهدفهم إيران ليصطفوا معها، وبالتالي فالأمور تتأثر بعقلية هؤلاء، وبالتالي سيكون سهل إن أراد طالبان أن تتعاون معهم، سيكون سهل لإيران أن تسيطر. أما إن أراد طالبان أن يبقى التوازن وتبقى في محور السعودية وباكستان وتركيا، ستبقى تبقى احتياطاتها ولن تواجه عسكريا، ووجود هذه الجماعات لتؤثر على صناعة السياسة واتخاذ القرار، وبالتالي لا يتأثر ذلك بأي محور موجود هناك. طيب، ولكن سيد فهيم، فقط للتنويه، طالبان ليست في صف السعودية، يعني هي في صف إيران وفي صف قطر اللتين دعمتها، وحتى قطر بأنها رعت المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة، فقط للتنويه. دكتور مهند، ذكرت بأنه في أو تساءلت ماذا لو انسحبت القوات الأمريكية من العراق، فهل سيكون هناك أو ستنتفي أو ينتفي الهدف من وجود الميليشيات التي يعني دائرة في فلك إيران؟ هل تعتقد بأنهم سيخلقون ذريعة منطقية وذات مصداقية لبقائهم وممارسة هذه المهام؟ أنا أعتقد أنه الفصائل المسلحة أدركت بأنه قرار الوجود الأمريكي هو قرار سيادي عراقي، مع أسرار الحكومة العراقية على تجريدهم من هذه الذرائع، والمصلحة الوطنية هي من تحكم من بقاء قوات التحالف الدولي من عدمه. وننتظر أيضا زيارة السيد رئيس الوزراء في أواخر هذا الشهر،
وما ستفضي إليه. لكن هنالك تفاصيل سأحاول أن أوجزها فيما يتعلق بتعقيدات المشهد العراقي. هنالك شعب عراقي يريد استحقاقاته ومصر على تنفيذ هذه الاستحقاقات. هنالك قوى سياسية تقليدية وجدت نفسها أنها متورطة بالفساد الموجود في العراق ومتورطة بقتل أبناء الشعب العراقي وعدم سيطرتها على الفصائل المسلحة التي أيضا هنالك حالة انقسام فيما بينهم، بين من عرف أخيرا بأن إيران تستخدمه كورقة وأنها مستعدة على التضحية به، وهناك من يريد أن يبقى ضمن المحور الإيراني، وأيضا فيما يتعلق بسطوة إيران وقدرتها على التحكم بهذه الفصائل، وهناك مؤشرات من زيارات قاآني ومحاولة إدخال حسن نصر الله لإدارة هذه الفصائل. هذه التعقيدات تعبر عن انقسام حاد بين القوى السياسية والسلاح السياسي، وهي تعبر عن مخاطر ربما ستنزلق البلاد لا سمح الله إلى الصدام بين هذه الجماعات، وهنالك أيضا قضية انسحاب زعيم التيار الصدري. بالتالي مسألة وجود داعش، قبل أن نتحدث عن الانسحاب الأمريكي من عدمه، مسألة وجود داعش أعتقد أنه هذا ما تريد الفصائل المسلحة، تريد أن دكتور مهند هذه الورقة. نعم وضحت فكرتك، دعني أختم بس لضيق الوقت مع الدكتور جعفر. يعني ما حجم الدعم الذي تقدمه إيران لطالبان، وإلى أي مدى هي قادرة على الاستمرار بهذا الدعم مع يعني تعثر الاتفاق النووي وبالتالي عدم رفع العقوبات عنها، والآن ضغط المظاهرات في الداخل بسبب يعني الاحتجاجات المعيشية؟ يعني تصور أن الدعم سوف يكون باذخا ودعم كبيرا، لأن إيران في الحقيقة هي تستنزف معظم إمكانياتها في الخارج. لا ننسى أن هناك تعاملات، ونحن حينما نتحدث عن هذه المدرسة الخراسانية، المدرسة الخراسانية لديها مافيا مالية خارج عن نطاق الحكومة في داخل إيران، وتشكل نسبة جدا كبيرة من الاقتصاد الإيراني، وهي لا تخضع إلى الميزانية وتخضع إلى الرقابة في داخل إيران. من أين تمول نفسها؟ نعم هي تمول نفسها بذاتها، هذه المؤسسة والتي يقال أنها يعني تتجاوز 200 مليار دولار، وهي في داخل إيران وخارج إيران وتمول ذاتها، هذه المؤسسات المرتبطة بشكل مباشر بخامنائي، والتي على رأسها هي مؤسسة ما يسمى بالمشهد الرضوي أو أستان قدس الرضوي، الذي كان هو رئيسا ومديرا لهذه المجموعة. نعم. فنحن حقيقة يعني شبكة من الدعم المالي والدعم اللوجستي والدعم العسكري. نعم. والذي لا يتلخص فقط في داخل إيران. شكرا جزيلا لك دكتور جعفر الهاشمي الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني. أعتذر ولكن انتهى وقت هذه المقابلة، كما أشكر أيضا من كابل فهيم سادات رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة كردان، وأيضا أشكر من أربيل الدكتور مهند الجنابي الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية. شكرا جزيلا لكم. الساعة الأولى من 19 انتهت، وإليكم أبرز مواضيع الساعة الثانية. الحدث تفتح ملف حزب الله في لبنان بسلسلة تقارير يومية، البداية من سيطرته على الوزارات والمؤسسات الرسمية. وزير الخارجية العراقي يصل واشنطن تحضيرا للحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي في 23 من الجاري. فاصل قصير ونفتح من بعده كل هذه الملفات. ابقوا برفقتي. حكينا أنه كان في أسرى اللي ظلت متابعتهم قائمة بعد التحرير، كم تبقى الآن وهل ملفاتهم لا تزال مفتوحة؟ الملف هذا كان جمرة حمراء عند أي مسؤول في العراق ما عدا صدام حسين وقصي. ما هي الجمعيات واللجان التي شكلتموها لمتابعة قضية الأسرى؟ النظام العراقي كانوا ينفون أن وجود أسرى في مفقودين. الملاكم العالمي محمد علي كلاي ما كان دوره؟ الوثائق اللي تركوها تؤكد أسماء أقلب الشهداء. لقاؤك بنبيل نجم مندوب العراق لدى الجامعة العربية في 94. هذه لم أذيع أنا، ولكن هذه أول مرة يعني حصير. أول مرة تتحدث عن ذلك؟ للعربية. اللواء الكويتي المتقاعد فيصل الجزاف، الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. قد
تتداول الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا. إيقاع يتسارع ويتباطأ لكنه لا يتوقف. كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمي. دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم. الأخبار الليلة يومياً الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سألوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال، فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. قبل كل شيء نبحث وندقق، ننظر للمشهد من مختلف الزوايا، نحلل تفاصيله، نتعمق لنرى الحقائق، لنكشف كل ما يدور من حولها، نربطها بأحداث مختلفة. تمتد من الماضي، ترسم الواقع وتنعكس على المستقبل. نعيد الشريط من أوله. تكتمل الصورة. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الحدث. الحدث هنا مكانه وزمانه. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد. لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك، حاضرك، مستقبلك، قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعداً في كل يوم. بإمكانكم متابعة قناة الحدث HD على الترددات التالية:
الحدث تفتح ملف حزب الله في لبنان بسلسلة تقارير يومية، البداية من سيطرته على الوزارات والمؤسسات الرسمية. وزير الخارجية العراقي يصل واشنطن تحضيراً للحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي في 23 من الجاري. أهلا بكم مشاهدين إلى الساعة الثانية من برنامج 19 والتي نبدأها أيضا من الشأن الإيراني، وهذه الصور لعمليات الكر والفر بين قوات الأمن الإيرانية ومتظاهرين في الأحواز، وكانت أدت عملية إطلاق الرصاص الحي من قبل قوات الأمن في وقت سابق إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى. نذكر بأن هذه الاحتجاجات مستمرة لليوم السادس على التوالي، وسميت باحتجاجات العطش لأن المتظاهرين يقولون أن النظام يحاول تجفيف مناطقهم بهدف تهجيرهم منها. حاليا الصراخ هذا مش متري. إذن تتواصل لليوم السادس على التوالي الاحتجاجات في إقليم الأحواز، حيث خرجت تظاهرات حاشدة في مدينتي إيذج والخفاجية رافعين شعارات مناهضة للنظام الإيراني، بينما أظهرت لقطات فيديو لقمع القوات الأمنية للمتظاهرين. وكانت السلطات الإيرانية أرسلت تعزيزات أمنية كبيرة للإقليم، وقالت إيران إنترناشونال إنها أرسلت لقمع المتظاهرين. سنبقي عينا على هذه التطورات في جنوب، تحديدا في جنوب غربي إيران، مع هذه المظاهرات في حال ورود أي جديد. نتابع مع ملف لبنان ضمن سلسلة تقارير سنبثها خلال هذا الأسبوع بشأن حزب الله ودوره بانهيار لبنان وأضعافه.
نعم، إنها دولة حزب الله بكل ما للكلمة من معنى، دولة مستقلة لها ميزانيتها وكيانها وتمثيلها، ليتخطى بذلك بأشواط مفهوم الدويلة داخل الدولة. وفق تقارير عربية وغربية، هذا الواقع عزل اللبنانيين عن العالم الخارجي وعن النظام المالي العالمي بعدما سيطر حزب الله على مؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية والعسكرية وحتى الأمنية. المزيد في التقرير التالي. حزب الله الدولة اللاشرعية الحاكمة في الجمهورية اللبنانية والمشرعنة من الدولة نفسها، معادلة غرائبية حاكها الحزب وغرس معها نفوذه وسيطرته على مفاصل الدولة على مدار 4 عقود. ليصبح الحاكم الناهي على مؤسسات الدولة والعقود الحكومية والمعاملات المالية والمؤسسات العسكرية والأمنية، باختصار روح الله آية الله الموسى والخميني في لبنان. كان على حزب الله أن يتخلى عن هدفه المبكر المتمثل في استبدال الدولة اللبنانية بدولة إسلامية وفقاً لبيانه عام 1985، بعدما كان دوره منذ تأسيسه قائماً فقط على زرع فكرة تحرير الأرض من العدو الإسرائيلي ومخاطبة المجتمع الشيعي المهمش في جنوب لبنان. فبدل الاستراتيجية ووضع مقاربة جديدة باستخدام مؤسسات الدولة وأدواتها فضلاً عن التحالفات السياسية لبناء النفوذ والحفاظ عليه، لينتقل من موقع معاد للدولة إلى وجود تمثيل رسمي له على مستوى وزرائه ونوابه وعلى مستوى البلديات. كان اختيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005 الباب العريض لحزب الله للانطلاق في رحلة بسط اليد العليا السياسية، فقاد تشكيل تحالف 8 آذار وانحاز إلى الأحزاب المسيحية الأضعف لتعزيز شرعيته السياسية الداخلية، ليتوج ذلك بالتحالف مع التيار الوطني الحر عام 2006 فيما تعرف بمذكرة مارم خايل، خطوة أوصلت الحزب إلى مبتغاه تسليمه السلطة وفي الواجهة حليفه رئيس أعلى سلطة في البلاد ميشيل عون. عمد حزب الله إلى تكريس تمثيله الوزاري لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية والأمنية، ولكن منذ عام 2008 امتد تأثير الحزب في الحكومة إلى ما بعد وجود وزيرين للحزب. فمنذ عام 2008 حتى عام 2019 كان حزب الله يملك الثلث المعطل في الحكومة اللبنانية، أي حق النقد الفيتو في مجلس الوزراء اللبناني. انتفض الشعب على هذا الواقع واندلعت الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة في 17 أكتوبر عام 2019، ليشهد لبنان لأول مرة تشكيل حكومة تكنوقراطية مفترضة من 20 وزيراً. لكن في الواقع كانت هذه الحكومة التي تم تشكيلها في يناير 2020 تحت السيطرة الفعلية لحزب الله. العمل مع الحلفاء يسمح لحزب الله أيضاً بالتأثير على التشريعات في لبنان وعرقلة عمل البرلمان ساعة يشاء. ففي عام 2018 فاز حزب الله وحلفائه بأغلبية المقاعد البرلمانية للمرة الأولى، حيث فازوا ب 72 مقعداً من أصل 128 مقارنة ب 44 مقعداً في انتخابات عام 2009. لعل بعد كل ذلك لا تعود مستغربة للشعب اللبناني العزلة الدولية والمحاصرة التي تقبع تحتها البلاد في دولة هجينة تحكمها ميليشيات مصنفة إرهابية، ولكن تظهر بوجوه منمقة لا ترتهن سوى للمناقصات والمليارات والمحاصصات. هاجر كنيعو، الحدث.
في ظل العقوبات الأمريكية وتضييق الخناق على أنشطة حزب الله لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتجارة المخدرات، عمد حزب الله إلى استخدام الحقائب الوزارية المحسوبة عليه وعلى حلفائه كمورد مالي لضمان تمويل بيته الداخلي. كيف؟ بداية، قام حزب الله من خلال السيطرة على بعض الوزارات بتوجيه موارد الوزارة بطريقة تفيد ناخبيه. فحقيبة الزراعة مثلا كان يشغلها وزير من حزب الله من العام 2009 وحتى 2014 وهو حسين الحاج حسن. في عام 2011 اتهم رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك حسين الحاج حسن بالتوزيع الانتقائي في فوائد الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين البنية التحتية الزراعية. وبحسب الحويك أيضا، فإن العديد من المناطق التي تكون فيها الزراعة نشاطا مهيمنا ولكن لا يسكنها ناخبو حزب الله، أي جزين وعلي وحصبية وكسروان وزحلي، تسقط عن رادار الوزير. أيضا الاتهامات لاحقت وزارة حسين الحاج حسن تحديدا فيما يتعلق بنترات الأمونيوم، إذ وفقا لوثيقة نشرتها ويكيليكس، فإن أحد أسباب إصرار حزب الله على السيطرة على وزارة الزراعة هو لأن في ذلك الوقت كان الحزب يعتمد بشكل متزايد على نترات الأمونيوم، وهي مادة شائعة الاستخدام في الأسمدة لتصنيع المتفجرات. يبرز هنا اسم ثالث وهو اسم محمد فنيش، المسؤول الكبير في حزب الله من أواخر عام 2009 إلى أواخر 2014، كان مكتب وزير الدولة للإصلاح الإداري يرأسه فنيش. تحت إشرافه تعامل الأخير مع مناقصة إنشاء مصانع إدارة النفايات الصلبة بتمويل من الاتحاد الأوروبي في شمال لبنان. وبعد عدة سنوات أظهرت تقارير أخرى بأن استقصائية تحديدا نشرتها تي آر تي وورد أن العديد من مشاريع إدارة النفايات الممولة من الاتحاد الأوروبي في لبنان كانت مزيفة وأن أموال الأوروبي قد اختلست. أيضا سعى حزب الله للسيطرة على وزارة الصحة العامة اللبنانية ومن خلال تعيين أحد أعضائه وزيرا، حسن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الحالية وهو مرشح الحزب لهذا الدور، نظرا لأن وزارة الصحة تعتبر رابع أكبر ميزانية في لبنان بقيمة 338 مليون دولار سنويا. وإذا عدنا إلى الوراء يظهر لنا إلى العلن أيضا بأن حزب الله يريد أن يسيطر على وزارة الصحة، إذ يعتبر تورط حزب الله في تجارة الأدوية المشروعة وغير المشروعة مصدر دخل مهم له. ففي عام 2012 ظهرت فضيحة شركات الأدوية المرتبطة بعبد اللطيف فنيش، وهو شقيق مسؤول حزب الله والوزير السابق محمد فنيش، وتبين أن شركاته تتعامل في أدوية مزيفة وتزوير توقيع وزير الصحة آنذاك علي حسن خليل المقرب من حركة أمل حليف حزب الله. فلنستمع. بعد 3 أشهر على فضيحة تورط شقيق الوزير محمد فنيش في ملف الأدوية المزورة، مثل عبد اللطيف فنيش والمعروف بمحمود فنيش أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني صباح الجمعة في قصر عدل بعبدة، حيث تم استجوابه بحضور وكيله المحامي رشاد سلامي. هذا مع العلم بأن مؤخرا منحت وزارة الصحة برئاسة حمد حسن ترخيصا لشركة جديدة وهي All New Pharma. هذه الشركة إذن لعبد اللطيف فنيش، والاسترداد
قامت باستيراد لقاح سينوفارم إلى لبنان، وتم توظيف استيراد اللقاحات ضد كورونا كأداة جديدة للدعاية السياسية للحزب. ومن الحقائب أيضا التي تعتبر حكرا على حزب الله أو على حركة أمل حليف حزب الله هي وزارة المالية، طبعا لأن ذلك يؤمن الغطاء والحماية لتورط حزب الله في عمليات غسيل الأموال في مواجهة أي تدقيق للدولة، لا سيما فيما يتعلق بالتدقيق النقدي إلى حزب الله من الشتات الشيعي، وهو مصدر تمويل مركزي لأعضاء الحزب. وهذا ظهر جليا أيضا في عملية العرقلة الطويلة التي قام بها لتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ورغم أن وزارة المالية اللبنانية قد أرسلت في أبريل الماضي معلومات محدثة تسلمتها من المصرف المركزي إلى شركة ألفاريس أند مارسل للتدقيق الجنائي، إلا أنها لم تحدد إذا كانت قد سلمت كل الوثائق أم لا. فضلا عن استغلال حزب الله للوزارات كغطاء له لتمرير الصفقات والمحاصصات كما استعرضنا قبل قليل، أيضا يستغل حزب الله نفوذه من خلال مجلس الخدمة المدنية كقناة أخرى لتوليد الدخل. المزيد في هذا العرض. من طرابلس ينضم إلينا الوزير اللبناني السابق الدكتور أحمد فتفت. أهلا بك دكتور أحمد. استعرضنا إذن في هذه التقارير كيف يستغل حزب الله الوزارات، أهلا فيك، وأيضا مجلس الخدمة المدنية من أجل يعني تمويل نفسه بعد العقوبات الأمريكية. برأيك يعني لماذا بهذه السهولة تمكن من فعل ذلك؟ هل يعود الأمر إلى ضعف المناوئين؟ نعم، اولا هذا التطور تاريخي، يعني قبل خروج الاحتلال السوري سنه 2005 لم يكن لحزب الله وجود في الحكومات، كان يعتمد على وجود حلفاء سوريا وعلى حركه امل الحليف المباشر له. بعد الخروج السوري فرض حزب الله وجوده عمليا بالقوة العسكرية، لنكون واضحين، رغم أنه مباشرة بعد انتخابات 2005 تألفت حكومة وحدة وطنية وكان لي شرف التواجد بها، وكان هناك الوزير فنيش كوزير أساسي في منذ 2005. إنما دب الخلاف سريعا في حكومة الرئيس سنيورة الأولى، وخرج وزراء حزب الله وحلفائهم من الحكومة، ثم حاصروا مجلس الوزراء لمدة 18 شهر. الناس تنسى هذا الموضوع. كان هناك حصار عسكري لمجلس الوزراء امتد لمدة 18 شهرا بعد اغتيالات عديدة. تم اغتيال رفيق الحريري، ولكن تم هناك اغتيالات كثيرة، جورج حاوي، جبران تويني، سمير قصير، الكثير من النواب والوزراء وكتاب الرأي. فبالتالي كان هناك وجود عسكري. تكرس هذا الموضوع سنة 2008، لأنه كان يريد أن ينتهي مع هذه الحكومة التي مثلت موقفا معارضا له بين 2006 و2008، عندما قاد عملية اجتياح بيروت سنة 2008 ويوم ما يسمى 7 أيار. نعم. انطلاقا من هذه المرحلة دخلنا في مرحلة جديدة تم فيها فعلا تجاوز الدستور، لأنه عقد اتفاق في الدوحة فرض حزب الله ابتداء من هذه اللحظة وجوده بأكثرية الثلث
في الحكومة، وبالتالي أصبح يملك حق الفيتو وحق منع اجتماعات الوزراء وحق إسقاط الحكومة حين يريد. عندما تملك الثلث زائد واحد في الدستور اللبناني فلديك هذه الصلاحيات الثلاثة. وبعد سنة 2011 بعد حكومة الرئيس الحريري الأولى حصل انقلاب ثاني هو ما يسمى انقلاب القمصان السود، وجاءت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إنما بغطاء من حزب الله سنة 2011، وبدأ الانهيار الاقتصادي من جهة وتكرس سيطرة حزب الله في الدوائر في الوزارات مباشرة كما ذكرتم. طيب. في بعض تقاريركم وأكثر حتى مما ذكرتم تحديدا. تكريس هذه السيطرة، ما هو السؤال؟ هل يمكن الالتفاف عليه بطريقة ما؟ هل تعتقد مثلا في حال تم تشكيل حكومة اختصاصيين هل يمكنها أن تقوم بهذه المهام، أم ذلك سيستغرق سنين كما استغرق سنين لبنائه؟ نعم، بكل صراحة لنكن واضحين وصريحين، ما يجري حاليا هو ليس وجود حزب الله في الدولة، ما يجري حاليا هو احتلال إيراني فعلي للدولة اللبنانية وسيطرة من غير مباشرة إيرانية عبر حزب الله. هذه هي الحقيقة على الأرض. وإذا لم يكن هناك فعلا خروج للبنان نحو الاستقلال وخروج من الاحتلال الإيراني ووصاية حزب الله، فكل المحاولات إذا لم يرد حزب الله أن تنجح سيجعلها تفشل اقتصاديا. هناك مساعي واضحة لإفشال لبنان اقتصاديا. حزب الله قام بتدمير ركائز الاقتصاد اللبناني، أي السياحة، موضوع المصارف، موضوع المستشفيات، موضوع الجامعات وموضوع المدارس، كل هذه الأسس التي بني عليها لبنان جرى تدميرها تدريجيا خلال السنوات الماضية. والآن تجري محاولة خطيرة جدا جئتم على ذكرها بشكل غير مباشر، هي ما يجري في وزارة الصحة. وزارة الصحة اليوم تمارس سياسة خطيرة جدا للضغط على الرأي العام لقبول بدخول الأدوية المصنعة في إيران أو المصنعة جزئيا في لبنان، إنما موادها الأساسية آتية من إيران بدون أي رقابة، أي أن هناك أدوية ستدخل إلى لبنان لا تعترف بها منظمة الصحة العالمية. هذه نقطة أساسية. والنقطة الإضافية أن الحكومة الحالية التي يسيطر عليها حزب الله أيضا حكومة حسان دياب كرست نقطتين خطيرتين جدا في الاقتصاد اللبناني. كرست إفلاس الدولة اللبنانية عبر توقيف دفع لبنان لمتوجباته على ديونه، ثم بدأت بسياسة اعتماد الدعم الاقتصادي الشامل. وبالتالي ماذا كانت تفعل؟ كانت تفيد التجار ولكن تفيد المهربين بالدرجة الأولى باتجاه سوريا. هذا يتطلب غطاء كبير على الحدود الشرقية والشمالية لا يملكها إلا حزب الله، الذي له مردود من هذا التهريب كبير، أنه يهرب الأدوية، يهرب المواد الغذائية، يهرب البترول. فبالتالي نحن ندفع كلبنانيين من أموالنا المتوفرة في المصارف لدعم حزب الله بطريقة الآن أصبحت شبه مباشرة، ولكن عبر التهريب، وهو ليس تهريب عبارة عن خطأ أو عبارة عن عدم قدرة الدولة على الرقابة، لا، هذا تهريب مقرر، هناك قرار بممارسة التهريب تمارسه. نعم. للأسف تغطيه الآن الحكومة اللبنانية لدعم الاقتصاد السوري وتأمين دخل مادي لحزب الله. نعم. فإذا هناك مشروع متكامل ما زال يسير ويحتاج بكل صراحة إلى جبهة داخلية أوسع من الناس السياديين، يحتاج إلى دعم عربي ودولي، ويحتاج إلى أيضا لجم هذا التمدد الإيراني في المنطقة. هل تعتقد بأن هذه العوامل موجودة الآن؟ أو في أمل أن في السياسة نعم، بالتأكيد هي ليست موجودة بالكامل الآن، ولكن يمكن أن توجد. سنة 2005 عندما كان هناك احتلال سوري كان الجميع يعتبر أن خروج السوريين مستحيل وأن محاولة المعارضة اللبنانية وكان لي شرف الانتماء إليها لا يمكن أبداً أن تخرج السوريين. بعد اغتيال رفيق الحريري حصلت انتفاضة وطنية في وجه الاحتلال السوري وفي وجه تحالف 8 أذار، وخرج الجيش السوري مرغما ولكن أيضا بقرارات من الأمم المتحدة.
لدينا القرارات الدولية المتوفرة الآن، لدينا القرار 1559 الذي يمنع وجود أي سلاح، لدينا الأساس هو اتفاق الطائف الذي يقول بسيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وعلى هذا الاتفاق بنيت كل قرارات الدولية 1559 لمنع السلاح، ثم 1680 لتحديد الحدود مع سوريا وترسيمها، ثم 1701 المكرس حاليا والذي يعتمد فقط في الحدود الإسرائيلية، وكأن حزب الله الآن يلعب دور حماية الحدود الإسرائيلية الشمالية ويترك الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا عرضة للتهريب ولكل شيء. هل المقومات موجودة؟ هل المقومات يمكن أن توجد؟ المقومات ليست موجودة، ولكن نعم يمكن أن توجد، يمكن أن توجد عندما يكون هناك فعلا جبهة لبنانية داخلية سيادية، والآن هناك عمل على هذا الموضوع، نسعى بكل إمكانياتنا. يعني وأعتقد أن الشعار الذي أطلقه غبطة البطرك. نعم. طيب ذكرت ثلاث عوامل. الثلاث عوامل أنا أتحدث عنها. العامل الداخلي. نعم، بس أنا لأنه أود أن أفهم أكثر عن العامل الداخلي دكتور أحمد تحدي. يعني دائما يجب أن يكون هناك عامل داخلي لكي يستنجد بعامل خارجي أو لكي يدعمه. بالتأكيد هذا العامل الأول. نعم، هذا العامل الداخلي حاليا غير موجود. يعني نعم. الجبهة التي أسست 14 آذار في لا أنا لا أقول غير موجود، هو ليس يعني وحدة الصف بين هذه المقاومات غير موجودة حاليا. ما صح، هذا كلام دقيق، وحدة الصف غير موجود، إنما القوة موجودة وهناك إمكانيات. يجب أن تعود هذه الأطراف السياسية لممارسة التوجه السياسي استراتيجي بوجه من يمارس سياسة استراتيجية في لبنان. للأسف قوة 14 أذار أضاعت نفسها بلعبة السلطة وتوزيع السلطة بدل أن تمارس التوجه الاستراتيجي للوقوف بوجه مشروع حزب الله. فإذا هناك إمكانيات في الدولة اللبنانية يجب العمل عليها، وبدأت محاولة جديدة وهي مهمة جدا، هي موقف غبطة البطرك الحالي، غبطة البطرك الراعي الذي يطالب بحياد لبنان عن صراعات المنطقة. هو يستثني الموضوع الفلسطيني بالتأكيد، ولكن كل الصراعات الأخرى يجب أن يكون هناك حياد للبنان عنها لكي نتمكن من إعادة بناء الدولة على أسس، وهذا يتطلب سيادة الدولة ونزع السلاح وفق الدستور ووفق الطائف ووفق القرارات الدولية. فإذا الشعب اللبناني، الوضع اللبناني الداخلي، هناك إمكانية، ولكن بكل صراحة عندما مجلس الأمن يأخذ قرارات مثل 1559 و1701 و1680 ولا يسعى إلى تطبيقها، أيضا العالم مقصر، هناك تقصير على الصعيد العربي والدولي بالوقوف بوجه هذا التمدد الإيراني في لبنان. يجب الاستنهاض الشعبي، وهذا ما نعمل عليه كل يوم، أحيانا هناك نتوافق أكثر من أيام، وهذا يتطلب عمل على المدى المتوسط، ولكن ربما بعض الأحيان طويل المدى كما حصل مع الوجود السوري. وإنما نحن نعتقد أن هناك مسؤوليات أيضا تقع على الأمم المتحدة، على مجلس الأمن، على الدول العربية أن تساند لبنان لتطبيق القرارات الدولية المتخذة بحق حزب الله وبحق السلاح غير الشرعي. فهذه قرارات دولية، هذه ليست فقط مسؤولية الدولة اللبنانية تطبيقها. شكرا جزيلا لك الوزير اللبناني السابق الدكتور أحمد فتفت، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا لك. الأضواء مركزة على قرار النيابة العامة التمييزية باستدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامي بتهم اختلاس الأموال والتهرب الضريبي. وسلامي المتواجد خارج البلاد لم يستلم الدعوة، في حين اعتبر البعض القرار خطة مهمة وجدية، ووصفها البعض الآخر بالقرارات المشبوهة ذات البعد السياسي. بعد تحقيقات فتحتها دول أوروبية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، جاء قرار النيابة العامة التمييزية في لبنان استجواب الحاكم في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي. يعني إذا القضاء برا عم يتحرك، القضاء اللبناني ما فيه، يبقى مكتوف الأيدي، والأمر بيتعلق مش من مكان، يعني بحاكم مصرف لبنان بجو بالبلد عم بيتكلم عن تجاوزات وبجو أزمة مالية خانقة. سلام المتواجد خارج لبنان لم يتسلم القرار، فكيف سيكون المسار القانوني لهذه الدعوة؟ يعني اليوم في قربنا من الإدانة، يعني اليوم بطل عم يستدعى كشاهد، لا اليوم في دعوة أو في تحقيق. المسار القانوني أو الأمور بتوقف عند هذا الحد، نرجع منضيع الشنكش، يقفل الملف أو يجمد الملف، أو
بيستمروا بيفتحوا محاكمة بالتحقيق أو بيوقفوا. سيناريو ثالث أن يوقفوا إذا شافوا أنه في شيء خطير. مصدر مصرفي لفت للحدث إلى أن التحقيق يأتي في سياق الضغط السياسي على سلامة لإجباره على صرف الاحتياط الإلزامي لتأمين المحروقات والأدوية حتى لا يحمل عهد رئيس الجمهورية وفريقه مسؤولية انهيار البلد في وقت يرفض سلامة ذلك ويطالب بصدور قانون من مجلس النواب لتغطية الإنفاق. مسألة من هذا النوع نعم إلى بعد سياسي. هلأ لا يجوز إن من وجهة نظر أن واحد يتكلم عن مؤامرة. وفي اتصال مع الحدث أوضح المدعي العام المالي علي إبراهيم أن الملف الآن في عهدة النيابة العامة التمييزية، وعندما يثبت وجود شبهة على حاكم المصرف المركزي فسيحول إلى النيابة العامة المالية. وتجدر الإشارة إلى إضراب نقابة المحامين منذ أكثر من شهر ما يصعب وصول الاستدعاء إلى سلامه، الأمر الذي دفع القضاء الطلب إلى نقيب المحامين تعليق الإضراب ليأخذ المسار القانوني مجراه. وبانتظار قرار نقيب المحامين تبقى الأمور معلقة. ناهد يوسف، الحدث، بيروت. فاصل قصير ونتابع من بعده ملفات 19. هو شريان الحياة لمئات الملايين، له قصص وحكايات وقامت على ضفافه أقدم الحضارات. أنا بتضرر ضرر شديد جداً، أنا ببجد حقي كله. لماذا يتغير اليوم ويهدد الحياة التي أعطاها؟ وأين بدأت نقطة التحول في سلوك هذا النهر العظيم؟ كل نقطة مية على حساب روح مصري، سواء كان في الأكل أو في الشرب. تحقيق خاص من مصر والسودان عن الخسائر التي سيسببها سد النهضة الإثيوبي. سنحاول في هذه المساحة أن نسأل العديد من الأسئلة المرتبطة بقيام سد النهضة. ما مخصة السبت 9:30 على الشاشة العربية. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة. تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9:00 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أهلا بكم من جديد. نعود إلى الاحتجاجات التي تحدث في طهران. الآن هناك هتافات تدعو بالموت لخامنئي في حي نرمك، كما سنشاهد في هذه الصور التي ستعرض بعد قليل. إذن نذكر مشاهدينا بأن المظاهرات في جنوب غربي إيران مستمرة. ماذا خامنئي؟ ما أكبر خامنئي؟ شعار ما أكبر خامنئی مردم 29 تیر ماه 1400. إذن هتافات في طهران تدعو بالموت لخامنئي كما نشاهد في هذه الصور. ما أكبر خامنئي؟ ما أكبر خامنئي؟
شعار مک بر خامنه ای مردم 29 تیر ماه 1400 ساعت 11. وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى العاصمة الأمريكية على رأس وفد بلاده في جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة مع الولايات المتحدة، في حين سيكون على رأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكين. تأتي جولة المفاوضات هذه تمهيدا للحوار بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء مصطفى القاضمي خلال زيارة الأخير لواشنطن في 26 من الشهر الجاري. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسل الحدث بيير غانم، كما ينضم إلينا من بغداد سامر الكبيسي مراسل الحدث. أهلا بكما. أبدأ معك بيير، إذا وصل وزير الخارجية العراقي، ماذا المتوقع على جدول أعماله؟ طبعا يريد الأمريكيون خوض هذه الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي مع العراق، ينظرون نظرة مثالية إلى حد ما حول علاقة طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وتذهب هذه العلاقات إلى الإطار الثقافي والمالي وإطار الطاقة ومساعدة الحكومة العراقية على بناء نفسها وأيضا بناء المدارس وغير ذلك. الجزء العسكري من هذه المفاوضات لا يريد الأمريكيون القول أنه ضخم، ولكن بدون شك أن له أهمية كبيرة جدا. سامر، يعني من ما يتم تناوله أو يعني التحدث به في بغداد في الكواليس، ما المنتظر حقيقة من هذه الزيارة، وهل يعول عليها فعلا لأن تحسم قضية الوجود الأمريكي العسكري في العراق؟ في البداية مساء الخير كريستيان لك ولجميع الزملاء، وكل عام وأنتم بألف خير. كريستيان، بحسب ما ورد من الوفد الذي يتواجد في واشنطن، بحسب مصادر طبعا تؤكد بأن العراق سيطلب من الولايات المتحدة عسكريا في الجانب العسكري بإبقاء المدربين وكذلك بعض القوات الأمريكية التي تدعم القوات العراقية من ناحية التدريب والدعم اللوجستي، وسيكون هناك أيضا طلب آخر بتقليل عديد القوات الأمريكية الموجودة في القواعد المشتركة التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بالإضافة إلى القوات العراقية. وكما ذكر بيير الزميل بيير بأن الملفات كثيرة، لكن الملف العسكري ليس هو الملف الأساس بزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أو حتى الوفد برئاسة فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي. أيضا ستكون هناك لقاءات جانبية تبدأ باللجان المشتركة، وهي لجان بعضها فنية والآخر فيما يخص الصحة وأيضا فيما يخص التواجد العسكري، وأيضا للمرة الثانية ربما في جولة الحوار الاستراتيجي وهي الجولة الرابعة كريستيان، سيكون هناك طلب يقدم إلى الجانب الأمريكي لمساعدة العراق في ملف الطاقة، وهو ربما الملف الملح حاليا من قبل حكومة الكاظمي، خاصة مع تواجد مع وجود نقص بملف الطاقة، وربما كما تعلمين إيران وكذلك داخليا تسببت بعض الهجمات وكذلك الجانب الإيراني بتقليل الطاقة ووصولها إلى مرحلة كما يقال هنا مرحلة الشوت داون، أي بمعنى لا توجد طاقة كهربائية. ربما سيطلب الكاظمي بحسب هذا الوفد أو بحسب مصادر من هذا الوفد أيضا أن يكون ملف الطاقة ملف أساسي بالإضافة إلى ملفات أخرى تختص في مجال الصحة ومحاربة كورونا، لكن أيضا ملف محاربة الإرهاب سيكون على طاولة الحوارات إن كان في اللجان الفنية أو حتى على مستوى الوزراء
وبالتالي أيضا سينتهي هذا الأمر بلقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن. بيير، فيما يتعلق بملف الطاقة، الملف الضاغط عراقيا هذه الأيام، هل تأكد أنه سيتم فعلا مناقشته، وهل وارد أن تقدم الولايات المتحدة أي مساعدات في هذا القطاع؟ الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تقدم الكثير من المساعدات، ليس فقط كحكومة إنما أيضا من قبل القطاع الخاص، مساعدات كثيرة في قطاع الطاقة. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد العراقيين أولا على إنتاج الطاقة بطريقة فعالة أفضل، تريد أيضا أن تتأكد أن العراق يستطيع أن تكون لديه طاقة كهربائية مستقلة، وأن لا يكون متكلا على مصادر الطاقة خصوصا من إيران. وبالتالي الأمريكيين جديين جدا بالمساعدة، لكنهم يفترضون دائما أن حسن النية الأمريكية يتكل بالأساس على إرادة العراقيين. سامر، هل هناك تعويل عند العراقيين على هذه الجولة الرابعة من هذا الحوار الاستراتيجي، أم يعتبرونها يعني إجراء روتيني وذات أبعاد رمزية أكثر مما هو فعلا عمليا يمكن أن يأتي بنتيجة؟ كريستيان، الحوار الاستراتيجي هو ليس حلقة زائدة في العلاقات الأمريكية العراقية، دائما ما يتم التأكيد بأن هذه الجولات، جولات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، هي ليست حبرا على ورق، بل هي اتفاقات يمكن تنفيذها في أوقات قادمة. الجولة هي الجولة الرابعة، بمعنى آخر حكومة الكاظمي هنا لديها ضغوط كثيرة من قبل الفصائل المسلحة، من قبل بعض الكتل السياسية التي تضغط باتجاه طلب حكومي عراقي بسحب القوات الأمريكية. لكن أيضا مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، وحتى التقييمات الأمنية بين الحين والآخر، تؤكد على ضرورة وجود القوات الأمريكية التي تختص في التدريب، وكذلك أيضا اللجان الفنية وبعض المدربين وحتى بعض الفنيين فيما يخص تشغيل طائرات F-16 الأمريكية الصنع العراقية التي تتواجد في قاعدة بلد. أيضا دبابات الأبرامز الأمريكية الموجودة في العراق تحتاج إلى فنيين أمريكيين، وتحتاج إلى شركات، ربما حتى شركات ليست حكومية كما ذكر الزميل بيير. بمعنى آخر أن الحوار الاستراتيجي هو مهم ويعول عليه على الأقل من قبل الحكومة العراقية للوصول إلى نتائج على الأرض، إن كان في مجال الطاقة والصحة، والمجال ربما الأهم وهو مكافحة الإرهاب والتواجد العسكري الأمريكي في العراق. شكرا جزيلا لك سامر الكبيسي مراسل الحدث، كنت معنا من بغداد. كما أشكر أيضا مراسل الحدث بيير غانم الذي حدثنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. وقبل أن نتابع مع الملف العراقي، دعونا ننتقل مجددا إلى هذه المشاهد التي تظهر القتيل الذي سقط بتظاهرات اليوم بالأحواز برصاص الأمن إلى جانب عدد كبير من الجرحى. مقطع الفيديو التالي يظهر نقل عدد من المتظاهرين لجثمان القتيل من إحدى ساحات التظاهر، نتابع. حالياً شربت عفوية حرقة والحرابة منا حالياً شربت عفوية حرقة والحرابة منا
من كاليفورنيا ينضم إلينا المحلل السياسي العراقي أحمد الأبيض. أهلا بك أستاذ أحمد. يعني هذه الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي كما ذكر مراسلانا إن كان في العراق أو في الولايات المتحدة بأنها ستناقش العديد من الملفات، الطاقة، ملف الصحة فيما يتعلق بكيفية مواجهة كورونا، أيضا محاربة الإرهاب، ولكن الداخل العراقي يرى فيها فقط قضية إخراج القوات الأمريكية من العراق، وتحديدا يعني الميليشيات التي تتحجج بوجود هذه القوات من أجل إيقاف هجماتها. هل يمكن أن يتحقق ذلك برأيكم؟ نعم، بدأ تحياتي لك أستاذ كريستين وجمهورك الكريم. أنا الآن أحمل صفة السياسي العراقي المعارض، وسوف أشرح ما طبيعة هذا في سؤالك. نحن نعارض النظام القائم وليس النظام المرسوم، نظام الديمقراطية والانتخابات. النظام القائم نظام الميليشيات والقتلة اللي سلطها خامنئي على الشعب العراقي وعلى الشعب اللبناني وعلى الشعب السوري والشعب اليمني، والآن شعبنا في الأحواز ينتفض ضد هذا النظام الملالي، ونتمنى من الدول العربية القادة العرب أن يدعموا هذا التحول الكبير الذي سوف يحصل في إيران. نعم، في العراق أكو انقسام حقيقي، أكو خوف من بعض الطبقة السياسية من خروج الأمريكان، وبالتالي سوف يسقط هذا النظام، لأنه الأمريكان هم الداعمين الأساسي وهم اللي يعطوا الشرعية لهذا النظام. وإحنا تحدثنا مع بعض الجهات والشخصيات الأمريكية حول هذه النقطة، أمريكا تغطي هذا النظام بشرعية دولية وهو نظام قتلة وميليشيات. وآخر الجرائم اللي ارتكبت هي جريمة العيد الأضحى التي ذهبت أزهقت أكثر من 40 عراقيا في مدينة الثورة. اليوم هذه الميليشيات، استاذ احمد، كيف الولايات المتحده تغطي نظام هذه الميليشيات وهي التي تتعرض لضربات متكرره من هذه الميليشيات تحديدا؟ عندما تتعامل الولايات المتحده الامريكيه مع حكومه جزء كبير منها الحقيقه هم قاده في الميليشيات، سواء في التشكيل الحكومي او في البرلماني، وهذا معروف. وهذه الميليشيات جزء كبير منها موضوع على قائمه الارهاب، واعطيك اسماء: عصابة أهل الحق، النجباء، كتاب حزب الله، هذه كلها موضوع على قوائم الإرهاب الأمريكية والخارجية الأمريكية. وزارة الخزانة التريجري أصدرت بهم قوائم، ولكن هذه فصائل داخل الحشد، والحشد يعني مؤسسة مشرعنة، وهذا يعطيك دليلا آخر. نحن هنا أمام حالة ازدواجية، هذه الفصائل تلقي بحممها على السفارة الأمريكية وعلى الوجود الأمريكي، والأمريكان. هذا ليس نقدا للإدارة الأمريكية، هذا موروث يجب علاجه. احنا امام حالة من الازدواج الان. هذه الدولة المخطوفة من قبل الميليشيات والتي تريد ان تنفذ مشروع خامنئي الذي بات يتهاوى، وبالتالي الحوار على نقطتين أساسية. طرف أساسي موجود حتى في الحكومة في واشنطن ينقل رسائل طهران الى الأمريكان، ويظهر بمظهر السياسي او الدبلوماسي انه اخرجوا، والأمريكان لن يخرجوا حقيقة على الأقلها في هذه المرحلة، لن تتكرر تجربة أفغانستان على الأقلها. الأمريكان متواجدين في أكبر قاعدة، بل على العكس. لماذا تعتقد بأنهم لن يخرجوا؟ لأنه نقلوا كل وجودهم العسكري تقريبا اللي كان موجود في قطر على سبيل المثال، وموجود في مناطق أخرى، وهناك رؤية لدى الأمريكان بنقل القواعد اللي موجودة في أنجرلك في تركيا إلى أكبر قاعدة في الشرق الأوسط اللي هي قاعدة البغدادي. هذه القاعدة تم الإنفاق عليها مبالغ هائلة، لا يمكن التسليم لرغبة ميليشياوي هنا أو ميليشياوي هناك، أو تحقيق رغبة خامنئي بمن أجل كسب التفاوض في فيينا اللي هو الآن متعثر. هذه كلها الحقيقة تحيط، هذا فريم تحيط بالحوار الذي يجري في واشنطن الآن ما بين العراقيين أو من يمثل الحكومة العراقية والجانب الأمريكي. الأمريكان لديهم نقطتين أساسية كان قد وعد بها السيد الكاظمي أيام إدارة ترامب، هو مسألة قتال الميليشيات أو تحجيم دورها، والانفكاك شيئا فشيئا من الهيمنة الإيرانية، وأهمها موضوع الطاقة. وعرضت العربية السعودية على العراق عرضا رهيبا بإعطاء الكهرباء بمبالغ لا تذكر، يعني قريبة للفري تشارج، يعني بدون مقابل. نعم، تتحمل السعودية هذه الإنفاق. لم تقم الحكومة العراقية بخطوات جادة، مصر كذلك، الأردن كذلك، كل هذه بدائل الطاقة، وهناك بدائل علمية وأنا مختص بهذا اللي هو السولار انرجي، الطاقة الشمسية، والعراق بلد معروف بوفرة الشمس فيه. أقول كل هذه ماكو تحرك تخفيف المعاناة للشعب العراقي، بل بالعكس يذهبوا يحرقوا مستشفى في الناصرية ويفجروا في الأسواق
لغرض كسب جولة سياسية انتخابية قادمة. هذا هو الموجود. نعم. صوفوان عفوا للإطالة جس هذه، صوفوان الاتفاقية اللي وقعت عام 2008 فيها جوانب اقتصادية وعسكرية وثقافية وأمنية، لم يفعل منها إلا جانب موضوع إعادة انتشار الأمريكان. نعم. عام 2011. نعم. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي العراقي أحمد الأبيض، كنت معنا مباشرة. شكرا. من كاليفورنيا، شكرا لك. شكرا، شكرا لك. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام ساعتي 19، خصصنا فيها الجزء الأكبر للشأن الإيراني وتحديدا التظاهرات المستمرة لليوم السادس على التوالي جنوب غربي إيران في الأحواز، والتي أدت المواجهات اليوم بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى. تتابعون كل ذلك مع إنجيل قاضي.